بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى معالجة وضعية الانطلاق في ميدان الظواهر الكهربائية للسنة الأولى من التعليم المتوسط، والتي اقترحناها في بداية السنة. هذه هي الوضعية، هذا نصها ومهامها. إذن في السندات يقول: بمناسبة ذكرى يوم العلم المخلدة لمآثر العلامة عبد الحميد بن باديس والمتزامنة مع يوم وفاته 16 أفريل، طلب أستاذ العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا من مجموعة تلاميذ السنة الأولى متوسط ما يلي: أولاً، إنجاز تركيبات كهربائية على لوحة خشبية أبعادها 1 متر في 2 متر مقسمة إلى 5 أجزاء كما هو مبين في الوثيقة، ستظهر لنا الوثيقة فيما بعد، مقسمة كما يلي: غرفة استقبال تركيبها يحتوي على مصباحين يتم التحكم فيهما معاً من مكان واحد بشكل مستقل عن بعضهما البعض. 2، رواق ذو مدخلين يحتوي على مصباحين يتم التحكم فيهما من مكانين مختلفين. 3، غرفة المطبخ تركيبها يحتوي على مصباح يتم التحكم فيه من مكان واحد. 4، غرفة النوم ذات مصباح يتم التحكم فيه من مكانين مختلفين. حيث زودهم، يعني الأستاذ زود مجموعة التلاميذ بثلاث بطاريات أعمدة متماثلة دلالة كل منها 4.5 فولت، وأسلاك توصيل، وست مصابيح متماثلة دلالة كل منها 12 فولت، وست قواطع، 5 منها ثلاثية الأطراف وواحدة ثنائية الأطراف أو ثنائية الطرفين. المهام: 1، حدد عدد الدارات الكهربائية المشكلة ضمن هذه الشبكة. 2، ارسم مخطط التركيبات الكهربائية الموجودة في هذه الشبكة باستعمال الرموز النظامية. 3، قارن بين تركيبة الرواق وغرفة الاستقبال وغرفة المطبخ. 4، لماذا تم استعمال 3 بطاريات في هذه الشبكة؟ 5، أنجز مع زملائك هذه الشبكة مراعيا قواعد الأمن الكهربائي. إذن بدون إطالة، هذا هو إذن قلنا هذا هو المخطط الذي أعطي لنا، يعني تقسيم اللوحة التي ستنجز عليها التركيبات الكهربائية مقسمة كما ذكرنا إلى 4 أقسام وليست 5 أقسام. إذن القسم الأول يمثل غرفة الاستقبال، القسم الثاني يمثل الرواق، والقسم الثالث يمثل غرفة المطبخ، والقسم الرابع يمثل على سبيل المثال غرفة النوم أو ما شابه ذلك. إذن الآن تحديد عدد الدارات الكهربائية الموجودة في هذه الشبكة. إذن لدينا الدارة الأولى هي إنارة مضاعفة، إنارة مزدوجة، بحيث نتحكم في إنارتين بشكل مستقل عن بعضهما البعض من مكان واحد. الإنارة الثانية التي توجد في الرواق ذو المدخلين هي إنارة ذهاب إياب. الإنارة الموجودة في المطبخ هي إنارة بسيطة، في حين أن الإنارة الموجودة في غرفة النوم هي إنارة ذهاب إياب كذلك، حيث قال يتم التحكم في المصباح من مكانين مختلفين. إذا نمر إلى مخططات هذه التركيبات، مخططات التركيبات الكهربائية الموجودة في هذه الشبكة. إذا فهنا أعددنا المخططات مع بعض، لكن يمكن تحليلها ومناقشتها كل مخطط على حدة. إذن فهذه غرفة الاستقبال كما تلاحظ مجهزة بمصباحين L1 و L2، دلالة كل واحد منهما 12 فولت، أي كل واحد يحتاج إلى 12 فولت لكي يشتغل اشتغالا عاديا. لاحظ أنهما موصولين في الدارة الرئيسية على التفرع لكي لا يتأثرا ببعضهما البعض أو لا يؤثر أحدهما على الآخر. لاحظ أن التحكم فيهما يتم من خلال قاطعة مزدوجة، قاطعة مزدوجة ذات مفتاحين. لاحظ أنها مزودة كذلك بثلاث أطراف، مدخل مشترك ومخرجين مختلفين. المفتاح الأول يتحكم في الإنارة الأولى،
المفتاح الثاني يتحكم في الإنارة الثانية وهما مستقلان عن بعضهما البعض. يعني إذا أردنا أن نشغل الدار الأولى دون الثانية فممكن، إذا أردنا أن نشغل الثانية دون الأولى فممكن كذلك، إذا أردنا أن نشغلهما مع بعض فممكن. إذا نلاحظ أننا وصلنا الأعمدة، يعني هو أول ما نبدأ به من المفروض، الأعمدة أو البطاريات التي أحضرت وصلناها على التسلسل، موجب سالب موجب سالب موجب سالب وهكذا، يعني في النهاية يكون لدينا طرفين مختلفين موجب وسالب. إذن فوصلنا الأعمدة الثلاثة أو البطارية الثلاثة على التسلسل، ثم وصلنا بهما المصباحين الموجودين في الغرفة الأولى غرفة الاستقبال بالتحكم فيهما من باستعمال قاطعة مزدوجة. ثم تركيبة الرواق لاحظ كذلك مجهزة بقاطعتي ذهاب إياب، قاطعتين ثلاثيتين. لاحظ انطلقنا من المولد إلى القاطعة الأولى، ومن القاطعة الأولى نعود إلى القاطعة الثانية، ومن القاطعة الثانية يتم التفرع إلى المصباحين كما تلاحظ، إلى المصباح L3 والمصباح L4. نخرج من المصباح L4 ونخرج من المصباح L3 عبر الخط الأزرق هذا لنعود إلى المولد. إذن فهذه هي الدارة أو التركيبة الثانية. في هذه الحالة الآن يعني إذا تابعنا الرسم تلاحظ أن سواء الإنارة المضاعفة فهي مفتوحة، يعني المصابيح غير مشتغلة، نفس الشيء هنا المصابيح أو القاطعتين مفتوحتين فبالتالي المصابيح غير مشتغلة. إذن هذا بالنسبة للتركيبة الثانية. نمر إلى التركيبة الثالثة. لاحظ بأننا انطلقنا كذلك من المولد بسلك رئيسي يصل إلى القاطعة الأولى التي هي قاطعة بسيطة لغرفة المطبخ، ومن القاطعة واصلنا السير إلى المصباح L5، ومن المصباح خرجنا لنعود إلى المولد عبر هذا السلك الأزرق. إذن هذه دارة غرفة المطبخ. نعود إلى الدارة الأخيرة غرفة النوم. إذن انطلقنا كذلك تابع معي من المولد، هو هكذا، هذا هو الطور أو المعذرة الموجب. إذن قلنا السلك الملون بالأحمر هو الذي يخرج من الموجب، لاحظ أنه يتجه إلى القاطعة الثلاثية، ومن القاطعة الثلاثية نعود إلى القاطعة المقابلة لها أيضا الثلاثية، ثم من هذه القاطعة إلى المصباح، ومن المصباح نخرج إلى الجهة السالبة للمولد. إذن هذه هي التركيبات الكهربائية. هنا إذا تابعتم معي فإن القاطعة الأولى موصولة بالسلك الموجب، القاطعة الثانية موصولة، معناه في هذه الحالة هذا المصباح من المفروض الآن هو متوهج أو مشتغل على خلاف باقي المصابيح الخمسة الأخرى. إذن هذه هي مخططات التركيبات الكهربائية لهذه الشبكة التي يطلب منا في السؤال الأخير أن ننجزها على اللوحة الخشبية. إذن من المخطط ننطلق إلى التجسيد على الواقع. قبل ذلك لدينا سؤال آخر يقول قارن بين الدارات الكهربائية الموجودة في هذه الشبكة. نعم نقارن بين هذه الشبكات بهذه الدارات معذرة. فقلنا الإنارة الموجودة في غرفة الاستقبال هي إنارة مضاعفة أو مزدوجة. ماذا تعني؟ أننا نتحكم في إنارتين أو في دارتين كهربائيتين مستقلتين عن بعضهما البعض من مكان واحد، في حين أن إنارة الرواق هي إنارة ذهاب إياب، حيث يتم التحكم في إنارة كهربائية واحدة من مكانين مختلفين. انظر الآن المقارنة كيف تتم. هنا إنارتين مستقلتين نتحكم فيهما من مكان واحد، هنا العكس، إنارة واحدة لا يهمنا عدد المصابيح، مصباح واحد أو عشرة، إنارة واحدة نتحكم فيها من مكانين مختلفين. إذن فالتركيبين متعاكسين. نواصل إلى التركيب الثالث. هذه الإنارة هي أبسط إنارة نعرفها،
ولا يهمنا عدد المصابيح إن كان مصباحا واحدا أو أكثر، إنما مكان التحكم. إذن إنارة بسيطة تتمثل في التحكم في إنارة كهربائية ذات مصباح أو أكثر من مكان واحد. ثم التركيبة الرابعة، ما هي إلا تكرار للتركيبة الثانية، إنارة ذهاب إياب في غرفة النوم، كذلك هي التحكم في إنارة كهربائية ذات مصباح أو أكثر من مكانين مختلفين. نمر إلى ضم الأعمدة، يعني لماذا قمنا بضم البطاريات أو الأعمدة إلى بعضها البعض. إذن فهنا سنشرح لماذا. الأعمدة الكهربائية طريقة ربطها في هذه الحالة هي على التسلسل. ما الفائدة من ذلك؟ حينما نربط الأعمدة على أو البطاريات على التسلسل، فنحن نريد أن نضاعف دلالتها، فالقيمة الموجودة في كل عمود 4.5 فولت نريد أن نضاعفها. فحينما نوصل ثلاث أعمدة أو ثلاث بطاريات ذات 4.5 فولت، فكأننا استعملنا بطارية دلالتها 13.5 فولت، يعني نجمع هذه الدلالات. لماذا؟ ما الغاية من ذلك؟ يعني لماذا تضاعف الدلالة؟ لنرى. فهنا لدينا المصابيح الكهربائية كيف تم ربطها في الشبكة. هذه المصابيح مربوطة على التفرع. على التفرع لماذا؟ مربوطة على التفرع لكي تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض، هذا الأمر الأول. يعني كل مصباح يعمل في هذه الدارة أو في هذه الشبكة وكأنه لوحده، لا يؤثر ولا يتأثر بالمصابيح الأخرى، هذا من جهة. الأمر الآخر، الربط على التفرع يجعل هذه العناصر أو هذه المصابيح تتغذى بنفس القيمة التي يعطيها المولد أو البطارية المربوطة على التسلسل. بمعنى كل مصباح مكتوب عليه 12 فولت، إذن فكل مصباح من هذه المصابيح الستة التي رأيتها يتغذى ب 12 فولت، ونحن لدينا 12 فولت مرة واحدة فقط. ففي الربط على التفرع قلنا الفائدة منه هما هذان الأمران، حيث يكون كل مصباح مستقل عن الآخر، والأمر الأهم من ذلك هو أن يتغذى المصباح بنفس دلالة البطارية، يعني دون انقسام ودون تجزئة. يبقى لنا السؤال الأخير، نتركه لحلقة منفردة، ننجز هذه التركيبة، ننجز هذه الشبكة المكونة من هذه التركيبات مع مراعاة قواعد الأمن والسلامة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.